أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهل من قال ذلك عند الاحتضار لا يعذب في القبر ولو أنه من أهل الجنة؟ لأن بعض المسلمين يعذبون بذنوبهم في القبر حتى تمحص ثم يدخلون الجنة، أفتونا أثابكم الله تعالى. نعم، ما من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي الحديث الآخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله، حسابه على الله. فإذا قالها المسلم في وهو حي أو قالها عند الوفاة بهذه الشروط فإنها تنفعه بإذن الله. وأما أنه يعذب في قبره أو يعذب في النار إذا كان من أصحاب الكبائر التي هي دون الشرك، فهذا تحت مشيئة الله عز وجل. إن شاء الله عذبه بذنوبه، وإن شاء غفر له، وإذا عذب فإنه لا يخلد في النار بل يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج منها ويدخل الجنة. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، إما من أول وهلة وإما بعد أن يعذب بذنوبه. وليس في الحديث أنه لا يعذب في قبره، فقد يعذب في قبره وهو من أهل لا إله إلا الله بسبب ذنوبه، لكن مآله إلى الجنة. نعم.